يا ترى ايه الشيء اللي ممكن يجمع الاهلي والترجي والهلال مع بعض لما نيجي نتكلم عليهم في فيديو واحد؟ اولا انا محمد عطيت وده برنامج كابتن، ولو اول مره تشوفني منورني، ولو مش اول مره ما تكسلش وانزل دوس لايك ويلا بينا نشوف هنقول ايه. الربط ممكن يكون غريب، والتلات اسامي للتلات فرق الكبار دول ممكن يكون غريب عليك انك تشوفهم التلاته في فيديو واحد، لكن بصراحه الكوره السنه دي علمتنا وادتنا دروس كبيره قوي، دروس تقدر تخلينا نحط التلاتة دول في فيديو واحد واحنا مطمنين. ابحث معايا عن كلمة الاستقرار وشوف هنقولها كام مرة في الموضوع اللي هنتكلم فيه النهاردة، وساعتها هتتأكد ان هي دي الكلمة اللي هتربط التلاتة ببعض. خليني ابتدي معاكم، بما اني اهلاوي مصري فابتدي معاكم بالكلام عن النادي الاهلي. النادي الاهلي اللي كل جمهوره ما بيرضاش بحاجة اسمها المركز التاني، وحتى المركز الاول لازم يكون عن اقتناع. عايز اقول لكم ان شيء من اشياء ليها علاقة بعدم الاستقرار في النادي الاهلي ان الاهلي مشى مدربه حسام البدري بعد حصوله على الدوري المحلي بدون هزيمة وخروجه من دوري ابطال افريقيا في المباراة النهائية بفرق هدف. ده ما اعرفش احطه تحت بند عنجهية ولا كبر ولا عزة نفس الاهلوية، لكنه ده حصل فعلا، بس في المقابل لانه ادى الى عدم استقرار على الجهاز الفني للنادي الاهلي اللي اتغير لاكتر من مرة في السنتين اللي فاتوا، مرورا بحسام البدري وكارتيرون ومحمد يوسف وحاليا هو مارتن لاسارتي. الاستقرار ضاع من الاهلي في الحته الفنيه، بالاضافه الى ان النادي الاهلي، معرفش انتم عارفين الموضوع ده ولا لا، بتكلم عن الناس اللي بره مصر طبعا، ان النادي الاهلي اتغيرت الاداره المسؤوله عن النادي الاهلي كلها برحيل المهندس محمود طاهر ووصول الاسطوره محمود الخطيب، فده برضو ادى الى عدم استقرار على المستوى الفني للنادي نفسه. ومؤخرا هي غياب الجمهور اللي كلكم عارفين ان النادي الاهلي بيلعب بدون جمهور، يبقى عدم الاستقرار في النادي الاهلي ادى الى ان النادي الاهلي يفقد خروجه من البطولة العربية، خروجه بفضيحة للأسف من البطولة الافريقية، ودلوقتي على المحك في الدوري المحلي مع النادي الزمالك والمنافسة مع الزمالك وبيراميدز، والاهلي يفرق عن الزمالك بنقطة واحدة بس. يلا بينا ناخد طيارتنا ونروح على السعودية. نروح للسعودية هنلاقي نفسنا بنتكلم على عبرة، اللي بيحصل مع الهلال السعودي السنة دي عبرة. انا واحد من مشجعين الهلال، لكن اللي بيحصل مع الهلال السنة دي مش طبيعي. فرقة تبقى مرشحة رقم واحد في الخمس بطولات اللي بيشاركوا فيهم، اعتقد ان الهلال على ما اتذكر مشارك في خمس بطولات السنة دي، كاس المصري السعودي، كاس السوبر المصري السعودي اللي كان اعتقد كان لازم يلعب فيه الاهلي ثم لظروفهم ما لعب الزمالك وخسروا، وعنده بعد كده الدوري السعودي وكاس الملك والبطولة العربية كأس زايد ودوري أبطال آسيا. الفرقة دي اتغير لها تقريبا ثلاث مديرين فنيين، ابتدوا بخورخي خيسوس البرتغالي، وبعد كده زوران، وبعد كده دلوقتي ساموسكا أعتقد، فده عدم استقرار فني. وجماهير الهلال نازلة شتايم في شخص تركي آل الشيخ اللي بدوره بيقدر يتحكم في كل ما في الهلال، اشتري مين، مشي مين، قعد مين، وده خلق عدم استقرار ادى الى اللي هقوله دلوقتي، الخساره من الزمالك في كاس السوبر المصري السعودي، الخروج من دوري كاس زايد في البطوله النهائي في الماتش النهائي قدام النجم الساحلي، وخساره للاسف جايه بسيناريو عظيم يخلي السيناريو الدراماتيكي اللي احنا عايشين فيه دوت يبقى سيناريو مأساوي للهلال، يخسر في الدقيقه 91 من النجم الساحلي، وفي خلال اسبوع يخسر من التعاون في الكاس بخماسيه، وعشان السيناريو يبقى دراماتيكي اكتر من جيم اوف ثرونز يلعب التعاون تاني في الدوري ويخسر منه 2-0 ويفقد الصداره لصالح نادي النصر، وتبقى البطوله الرابعه اللي الهلال فيها مهدد بفقدانها بعد كاس السوبر المصري السعودي ودوري ابطال العرب كاس زايد وكاس الملك السعودي والدوري السعودي، وما تبقلوش غير دوري ابطال اسيا، يعني موسم من ان انت المرشح رقم واحد فيه لنزولك للقاع، وكل ده بسبب عدم الاستقرار. ناخد طيارتنا ونطير من السعودية الى الخضراء تونس. الترجي اللي بينعم بالاستقرار حاليا، لكنه اي نعم جاله عن طريق شيء من الصدفة، وهو عن طريق اقالة خالد بن يحيى وتعيين معين الشعباني، لكن يفوز بالملذات كل مغامر ويموت بالحسرات كل جبان. الترجي جازف بانه مشى خالد بن يحيى وعين معين الشعباني اللي عنده 36 سنه، الراجل اللي معتزل في 2014
وحطه على راس قايمة انه يمسك فريق ترجي التونسي اللي دخل على مهمة صعبة جدا. كان خارج من الاتحاد السكندري في البطولة العربية، كان مهزوم من الصفاقسي في الدوري، كان مهزوم 1-0 من اول اغسطس في ماتش الذهاب في قبل نهائي دوري ابطال افريقيا 2018. فقرر انه يحط معين الشعباني على راس الجهاز الفني، معين الشعباني ما اخجلهمش وما كسفهمش، حصل على الرقم 2 من حيث الترتيب في افضل مدرب في افريقيا بعد هيرفي رينارد. خد دوري ابطال افريقيا من النادي الاهلي بفوزه 3-0 في ماتش العوده في رادس، لعب كاس العالم للانديه. وباستمرار كلمه الاستقرار اللي بنتكلم عليها، الترجي التونسي فضل محافظ على كل نجومه رغم الاغراءات الماديه الكبيره اللي اتعرضت على كل النجوم. فرانك كوم كان معروض عليه، هنيس البدري كان معروض عليه، كوليبالي كان معروض عليه، اعتقد المهاجم طه ياسين نخنيسي، معرفش طه ياسين نخنيسي ولا ياسين طه نخنيسي، بس اعتقد ان هو طه ياسين نخنيسي كان معروض عليه، وايمن بن محمد الباك ليفت كان معروض. كل العروض دي اتقبلت بالرفض، والاستقرار فضل دايم في الترجي، وده اللي خلاهم بما ان هم خدوا كاس الدوري التونسي السنه اللي فاتت يفضلوا على راسه متصدرين الدوري. السنه دي خدوا دوري ابطال افريقيا السنه اللي فاتت، والسنه دي هم في دوري الابطال واصلين لقبل النهائي وفازوا في ماتش الذهاب على مازيمبي 1-0. الاستقرار يقدر يخلق من المنظومه اللي انت فيها، اما يحطك على اعلى قمه الجبل اما يجيبك لسابع ارض. وعشان كده انا شايف ان مش من الظلم ابدا ان انا لو صنفت الترجي رقم واحد في الانديه العربيه السنه دي، رغم ان انا بصراحه من شهرين كنت ناوي اعمل فيديو عن التوب 5 لافضل 5 فرق انديه عربيه، وصدقوني والله الهلال كان محطوط رقم واحد، لكن سبحان الله غير الاحوال في اقل من شهر الهلال من قمه الجبال لسفح للارض، وكل ده بسبب الاستقرار. اخيرا نورتوني وشرفتوني، ومعلش اذا كنت طورت عليكم. كل سنه وانتم طيبين ورمضان كريم، ومعلش المره دي برضه التصوير بالطول من باب التفاؤل، لان الفيديو اللي فاتت اتصور بالطول فكان التفاعل عليه قوي. لو انت اول مره تشوفني اشترك في الدايره دي واعمل سبسكرايب وشغل زر الجرس عشان تجيلك الفيديوهات اول باول. انا محمد عطيته، وده كان برنامج كابتن، واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديوهات تانية جايه كتير. سلام.